السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم، بغيت نعجن في روبو وجيت نشارك معكم. قلت علاش لا نبداو باول وصفة فيه ان شاء الله، هي ديال العجينة، هي اسهل حاجة. انا جربته البارح، درت واحد الاخر واحد لاباط فيه. اليوم جيت نعجن عجينة عادية ديال الخبز فيه وبغيت نشاركها معكم. مرة اخرى ان شاء الله نجربوا وصفات اخرين. اول حاجه كما كتشوفوا معايا غنمشي لهنا في مكتوبه هادي، غناخد هنا باش ندير العجينه. كاينه بات بريزي، بات بان كما كتشوفي، شونسون هنا بزاف ديال الاخر. انا غادي ناخد باتابون هنايا، عجينه الخبز كما كتشوفوا هنايا في الوصفه ديالنا مكتوبه 400 غرام ديال لافارين و 230 غرام ديال الماء وجوج نبضات ديال الملحه وخمسة غرام د لا ليفور ديال الخميره. اول حاجه غادي نبداها، غادي يلا. المهم هنا مكتوبه شنو غديري بريباراسيون، تاك 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 كما كتشوفوا هنا راه مكتوبه. اول حاجه اللي غنبدا بها غندير انا كومونسي لا روسيت. يلا شتو دابا قالوا لي المهم هنايا غادي نبداو باول حاجه غادي نديرو 230 غرام ديال الماء. كما كتشوفوا ديجا هنا الميزان مرسوم مكتوبه فيه شي حاجه، انا نرجعوها زيرو. فوالا دابا غنشدو غنكبو هنايا الماء. انا كنكبو غير الماء بلاتي باش ما نوركش عليه بزاف. 230 فوالا، الا زدتي شويه ماشي مشكل. فوالا 240 ماشي مشكله. جغيمة الماء ما دات ما جابت. وغنزيدو معاها 5 غرام د لا ليفور، 5 غرام د الخميره. انا البنات ما غنديرش خميره، هذه غن عندي هذه كما كتعرفوا دابا مع الكونفينمون هادشي الخميره صعيب باش تلقايها. كندير هذه ديال بحال جاريه ديال الماء، يعني نتوما اللي غديروا ديروا 5 غرام ديال الخميره. انا هذه جاريه ديجا راه فيها، راه مكتوبه كتبان لكم مكتوبه هنايا فور 500 غرام د فارين. وانا تقريبا هنايا عندي غادي ندير 400 غرام ديال لافارين اللي غيعطيني الغوبو من بعد. يعني هذه ايكيفالون واحد شويه، كما زدت واحد النقيطه د الماء نقدر نزيد من بعد الاخر. هذا كما كتشوفوا انا هاد لا ليفور كما قلت لكم انا ما لقيتش لا ليفور الاخرى، غندير هادي جاريه غتبان لكم ميزان غيزيد بزاف، ولكن هادي راها عامره ما اللي كيعرفها هنايا في فرنسا هي كتبان لكم جاريه. انا كتجيني بحال هذيك الخميره مذوبينها في الماء، كتجي اقتصاديه كما كتعرفوا. دابا راه مشكله الخميره باش تلقايها، في الاول كانت عندنا مشكل ديال الطحين، دابا ولات الخميره. غادي ندير هنايا صافي. المهم هادا ندير عليه اوكي. وكما كتشوفوا هنايا معايا، نتمنى تكون كتبان ليكم مكتوبه هنايا. نعطي واحد دقيقه نحاول نضبط بشويه الكاميرا باش ما نزعزعش كلشي. واخا عندي شويه ديال ما كتبانش الكتابه مزيان. فوالا مكتوبه هنايا غادي لاخر دون الكوفير بلاسي 230 غرام دو مع لا ليفور بلونغري فيرمي تا تا تا. هنايا عندي 35 ديال لا فيتيس، ديجا دارها ليا هو النيت. وانا لا بغيت لا فيتيس نزيد فيها كما كتشوفوا كنورك هنا، وكاينه بلوس وكاينه مو. هو دار ليا لا فيتيس هنايا 35، انا خليتها 40 مع ديال الحراره، راه هبطت 35 الصراحه بركه لحقاش اليوم الحال سخون. نيت ما يسخنش الماء بزاف. هنايا دار لي على جوج باش يصاوب، حيت ما قلت لكم هو كيسخن الماء الروبو كيسخنو، انا درت الماء عادي. انا غندير مثلا هنا على 3، هنايا دقيقه و 30 ثانيه بركه عليا كنظن. كما شفتوا هنايا درت كل شيء
والعجانه ما ننساش نقول لكم انا كتبقى بالموس، ما كنستعملوش هذاك ديال البلاستيك، هذاك البلاستيك راه كيدوب، هذيك الاخر كنستعملو اكثريه الراب. اول حاجه كنسد هنايا كما كتشوفوا صافي، ونديرو لها امارش، دابا مع شويه ديال الصدى بحال هكا نتلاقاو على ما كملات هاد الدقيقه ودابا بقات 20 ثانيه نرجع معاكم. كما كتشوفوا معايا البنات، يلا سكت دابا غنحل ليها هذا، غنحاول نوريكم الاخر ديالها. خلطت الخميره وسخنت الماء، تبان لكم خلطاتو مزيان وسخنت الماء. نحاول نثبت الكاميرا مزيان، سمحوا لي لحقاش انا ماشي بروفيسيونيل ديال هاد الاخر، ما كنديرش المونتاج بزاف في لي فيديو ديالي يعني لاحظتوها. المهم غنديرو هنايا كما كتشوفوا، غادي نديرو هنايا بحال كاينه واحد الفلاش هنا غنديرو فيها سويفون باش تبان لكم. ها هي فوالا مكتوبه هنايا باش نزيدو لافارين. انا رجع هنا حيت خاصني 400 غرام د فارين كما كتبان لكم، ديجا هنا الاخر انا رجعو الميزان على زيرو، غنزيدو هنايا لافارين 400 غرام مازال نزيدو خير الله. ايوا فين 400 غرام ولا 415 غرام ماشي مش 420 معليش ماشي مشكل. غنزيدو قبطه ديال الملحه صافي، هنايا الملحه غنديرو مكتوبه هنايا باش نزيد الملحه والاخر ولا فارين ياك، ومن بعد قال لك سدي هذا باش يعجن. انا غنزيد واحد القبصه ملح، انا غنزيد الملحه الصراحه عبر اللي كندير انا كما كتشوف فيها الملحه ديالي، وهو ما قالش لي دير السكر، وانا باش كيحمر السكر ما كي باش كيحمر الخبز كما كتعرفوا كنزيدو دائما واحد النبشه ديال السكر سنيده باش كيحمر هكا. ودابا غادي نسدو الغوبو، الصراحه انا فورت فيه نهار الثاني اللي خديته وعجبني في التفوار ديالو، حتى شي نهار نشارك معكم التفوار هكا بلي زيطاج. بون نرجعو فين كنا، علاش كنا كنهضرو ديجا. دابا عطاتني هنايا وندير سويفون لا درت بزاف هنايا وخلاتي. بون نرجع كما قلت لكم هنايا عطاتني هنايا باش ندير فيتاس 3 كما كتشوفوا على 2 مينوت ياك، وهنايا راه الحراره ديجا سقطت الماء في الاول يعني ما غاديش تاخذ الاخر. عفوا بغيت نقول لكم ان هنا الا بغيتي تزيدي مثلا الدقائق في العجينه كتقدري تزيدي هنايا كما كتشوفوا، وهي راه جوج دقائق راه كافيه كتجمع العجينه زعما امبيكاب. وهنا فيتاس 3 حتى هي كافي ندير دقماش كما كتشوفي. سمحوا لي كما كتشوفوا البنات هي كملات، نحاولوا نحيدوا هذه القفاله هذه وطلعوا عليها كما كتشوفوا معايا جمعتها. الصراحه انا كجاتني السرعه ديالها كتجمع هكا العجينه شتي هكا اللي بغيتيها هكا جاريه كتجي بحال هكا بحال اللي كنديروا حنا داك الاخر ديالنا، ولا بغيتي تزيدي لها الطحين بحال دابا انا جاتني هكا جاريه بالنسبه للعبار ديال هذا اللي كاين في الروبو جاتني جاريه عليه. غادي نزيد ليها هذا وعاد راه شتو راه كانت
فايته شويه ديال الطحين هنايا كما شفتوا، جات جاريه شويه، غادي نزيد ليها شويه ديال الطحين ونعاود نزيد ليها عاود تعجن. وهانتوما معايا كما قلت لكم البنات السرعه ديالها جاتني سرع من العجينه العاديه. انا غنزيد بحال هكا ديال الطحين، كنظن غنزيد واحد شويه اخر هكا، كنظن يكون كافي هذا. وغادي نرجع كما قلت لكم، حيت داك خديت العبار اللي كاين تمايا في مقادير ديال الروبو هو اللي شاركت معكم. دابا زدت عليها كما قلت لكم، زدت عليها واحد شويه د هذا، غادي نزيد ليها هنايا الفيتاس باش تخدم. وما قال لك على فيتاس 3 جوج دقائق، انا ندير ليها فيتاس 3 هنايا وندير لها دابا جوج دقائق، ولا ندير لها دقيقه ونشوف واش حتعطينا هنا داك. فوالا يلا نخدمو ونشوفو شحال تعطي. ولكن كما قلت لكم انا جاتني السرعه ديالها كتجمع العجينه دغيا على العجينه على العجينه العاديه. قلت لكم انا خدامه سمحوا لي كاع ما زديتها. هوب والقفاله ديالها نديرها من الفوق ونتلاقاو من بعد ما تكمل. انا رجعت معكم البنات كما كتشوفوا، غنحلها غنشوفوا واش باقا جاريه لا لا. اوب صافي هي هذيك العجينه ديالنا، هي هذه. سمحوا لي انا ودي مقبله هو كيثق ليا في الباب، ماشي كيدق دابا راه في الجرطه اوكي جبو ويبقى يدق دق شي يلعب معايا هنايا وانا نحليه هو يسد، هو مول الدار ديال الجرده. المهم نرجعو للعجينه ديالنا كما كتشوفوا، ها هي كاينه وجدات سالات. انا غادي نديرها في واحد الصالادي وغنغطيها بميكا ونخليها تخمر، ومن بعد غنشكلها سوا خبز ديال الوصيف كما كنقولوا حنا، خبز كما كيقولوا بعض الناس، انا كنقول خبز الوصيف، كاين اللي كيقول لها خبز المقلات اولا كديريها في الفران. المهم انا نديرها في اتون جاريف اتون، انا نديرها في التخمر ونرجع معكم. انتما كما كتشوفوا معايا درتها في واحد الصالاتي هكا، غطيتها بفيلم اليمونتير وغنتسنى تضاعف شويه الخميره ومن بعد عاد نقرصوها. نرجع معكم ان شاء الله من تخمر. كما كتشوفوا معنا هنا الخميره ما عفوا العجينه ديالنا تخمرات كما كتشوفوا ضعف الحجم ديالها. غنحاول نفشوها هكا شويه ودابا غادي نحاولوا نقرصوها ونصنعوا منها خبيزات كما قلت لكم، سواء نطيبوها في المقله او لا غادي نطيبوها في الفران. انا غادي نشكلها خبيزات هكا وكنظن انا غادي نطيبها في المقله. حنا كتعجبنا خبز المقله احسن من خبز الفران، وغادي نشارك معكم هكا بالخف وصافي، حيت كنظن كلشي كيعرف يعجن ويقرص. انا بغيت نشارك معكم غير زعما كيفاش الخدمه ديال الروبو هذا، مي سينو العجينه هي هذه ديالنا، بغيت نشارك معكم في الخف وصافي. هي حاجه وحده اللي بغيت نقول لكم عليها، ان جرحت قبيله بالموس، جيت ما عرفتش يبان لكم انا جيت نحيد الاخر هادي وخشيت يدي في هذاك الموس تجرحت واحد شويه انا. وما الصراحه راه عاد نحداها مع هذاك السباتيو هذاك باش تجبد العجينه وهذا، ومحدرين فيها زعما باش ما تخشيش يدك لداخل الموس، راه خاطر هذاك باسكو داك الموس ماضي بزاف. وانا واخا هكاك ودرت الفضول وهذاك كما كتشوفوا، وقبيله ملي كملت بقى شويه ديال الدم، دابا الحمد لله صافي راه تشفات كما كتشوفوا. دابا نرجع معكم ان شاء الله من بعد تشوفوا الخبزه. كما كتشوفوا انا قرصتهم هنايا حتى يخمروا ونطيبهم، ودرت وحده هنايا حتى هي ديريكت في المقله ملي غتخمر غادي هكا نطيبهم ونرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي ديالو. كما كتشوفوا هما الخبيزات ديالنا
موجودو انا يا دهنت شويه المقله هذه بالزيت، كيعجبني الخبز يكون شويه هكا محمر في شويه ديال الزيت. كاين شي مره كندير ميم الزيت في العجينه، عارفه بلا ان كل شيء كيعرف فيها جن سميتو داكشي، باش ما زعما ما شاركتش معكم بالتدقيق الممل زعما الخبز زعما من ازيد. ها هو درتو في المقله هذه اللي كنطيب فيها الخبز، والاخر ها هو هنايا. نرجع معكم منين يطيبو وجدو. هذه هي النتيجه ديال الخبز ديالي انايا، كما قلت لكم انا شاركت معكم بغيت نشارك معكم غير العجينه وصافي، وداك الروبو. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، حتى الفيديو ان شاء الله واحد اخر. سلامه.